في خطوة لحماية منتسبيها، بدأت وزارة الداخلية بتطبيق استخدام بخاخ رذاذ الفلفل للتعامل مع المشبه بهم والمطلوبين، وحددت 9 ضوابط لحالات الاستخدام، نتابع أبرزها. 1، عدم التعسف في استخدام بخاخ رذاذ الفلفل. 2، للدفاع عن النفس ضد أي اعتداء عليهم من قبل الأشخاص الخارجين على القانون أو المطلوبين. 3، عند التعامل مع أي شخص مشتبه فيه أو يقوم بارتكاب أفعال من شأنها الإخلال بالأمن العام والنظام أو تعريض نفسه وحياة الغير للخطر. 4، التنبيه أولاً على الشخص المشتبه فيه أو المطلوب باستخدام بخاخ رذاذ الفلفل ضده لإعطائه فرصة للامتثال إلى الأوامر وتسليم نفسه. 5، اتخاذ الحيطة والحذر قبل وأثناء الاستعمال حتى لا يصاب شخص آخر غير الشخص المطلوب.